بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع اليوم اللي هو موضوع جد مهم، وهو عنصر من عناصر اللياقة البدنية اللي هو القوة، اللي غادي نهضروا عليه اليوم إن شاء الله بحول الله كما كنقولوا يعني بشكل مقتضب، وغادي نحاولوا ما أمكن أن يعني نبسطوا الرياضيين، لحقاش هذه مسائل اللي خصو يفهموها يعني لا الرياضيين ولا يعني المدربين. هذه المسألة هذه هي جد مهمة للرياضيين، يعني القوة ما عمرنا نغفلوها، يعني جميع الرياضات يعني كنخدموا فيها القوة، غير هو سا ديبون على حسب يعني سبيسيفيك النوع ديال الرياضة اللي كنقدروا نطبقوا فيها التدريب ديال القوة. يعني هناك قوة مميزة بالسرعة أو القدرة العضلية أو القوة الانفجارية بما يسمى بالإنجليزية الباور. يعني هنا كما كنشوفوا حنايا بواحد الدقة في العمل ديال القوة، وهو أننا خصنا نحترموا الاختصاص ونحترموا التدريب. يعني في لا بيريود جينيرال، يعني جميع الرياضيين يعني كيديروا البريباراسيون فيزيك جينيرال، لهذا يعني كندخلوا ضروري تدخل لاميسكيلاسيون، كندخلوا يعني باش نقويوا العضلات ديالنا. غير هي يعني كما كنقولوا كيولي اختصاص، يعني ولو يعني بريباراسيون فيزيك جينيرال، فاش ندخلوا لاصال باش نكملوا يعني عنصر من عناصر اللياقه البدنيه اللي هي القوه. يعني هناك قوه مميزه بالسرعه او القدره العضليه او القوه الانفجاريه بما يسمى بالانجليزيه الباور. يعني هذه القوه هذه هي عندها واحد ليفي على لا بيرفورمانس، وكندخلوها يعني من هي اسلوب باش نرفعوا من المستوى ديال القوه البدنيه او السرعه مع القوه. احنا غادي نجيو باش نشرحوا باش الاخوان ياخذوا فكره على هاد العنصر اللي هو عنصر جد مهم. يعني القوه ترتبط بصفتين، قوه في اقل زمن ممكن ترتبطوا هنا بالسرعه. يعني إذا كانت واحد القوة تترتبط بصفتي القوة، يعني في أقل زمن ممكن، يعني واحد الحركة اللي كنحتاجوها يعني بواحد الثقل اللي كيكون يعني ما كيكونش عالي، واحد البوا اللي كيكون لوغ كما كنقولوا، يعني كيكون ثقيل. يعني إذا كنديروه وكنعاودوه كنديروه وكنعاودوه بواحد السرعة، هنا كندخلوا في ترطوها بسرعة. القوة مع السرعة يعني كنحتاجوها، يعني في الهوند، في الباسكت، في الفولي، يعني فاش نسماتشين، يعني كندير واحد السماتش للكرة، يعني هذيك العملية ديال الارتقاء يعني كتطلب واحد القوة وواحد السرعة باش تكون يعني الحركة ديالي كتكون قوية وكتكون سريعة. يعني وهذا يعني النوع ديال التدريب يعني كترتبط بالقوة، القوة الحركية، يعني القوة الحركية هي يعني النوع ديال التدريب ديالها. كنخدم بواحد لوبوا اللي ما كيكونش يعني ثقيل، يعني كنمشي في لا مويان ديال قادر انني نخدم بواحد الثقل، ولكن كتكون لي ريبيتيسيون كيكونوا تتكون قويه، ولكن كنربطوها نتربطوا التدريب ديالنا بسرعه. يعني علاش؟ لحقاش النوعيه ديال التدريب ديال الفولي او ديال الباسكت، او اذا هنا كنهضروا على الاختصاص، ما نساوش الاختصاص هو جد مهم. يعني في التدريب ديالنا دائما كنربطوا النوعيه ديال لا مسكيلاسيون او التدريب ديال القوه بالنوع ديال الاختصاص ديالنا. هنا غادي نوليو للتحمل، غنهضروا على التحمل القوه. تحمل القوه دائما يكون التكرار كثير، يعني التكرار ديالو كيكون كثير. وهنا نقدر نسمي التحمل القوه هي عباره عن انقباضات عضليه متتاليه لاطول فتره ممكنه دون الشعور بالتعب. يعني كنحاول ما نعياش، يعني كنشد واحد البره وكنخدم بها طان 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 طان، يعني نقدر نخدم فيها 20 مره، 20 ديال لي ريبيتيسيون وكرتاع، عاوتاني نخدم واحد 20 ديال لي ريبيتيسيون وكرتاع، ندير عاوتاني واحد، نقدر نوصل سيري نخدم فيه 8 ديال لي ريبيتيسيون ديال 20. ولكن لو بوا راه ما كيكونش قوي، ما كيكونش عالي، ما كيكونش ثقيل، يعني باش يمكن لي انني نخدم واحد الخدمه ديالي وما تعب. اذا هذا العمل هذا كيتسمى تحمل القوه. وهنا يعني وهنا كنلغي يعني هنا كنلغي السرعه والقوة القصوى في التحمل القوة.
يعني كنلغي ما عمري كنخدم السرعه، يعني السرعه اللي كتكون سريعه، ولا القوه القصوى. يعني القوه القصوى يعني كيكون عندي واحد لا شارج في برا كيكون عندي كبير، يعني ما يمكنليش غادي ندير لي ريبيتيسيون بزاف. هنا كندخل في لا فورس، كنخدم هادو هاد البريباراسيون. شكون اللي كيديروا الناس ديال لاتيروفيلي، هما اللي كيخدموا بلو بوان اللي كيكون ثقيل بزاف. وهنا غادي نرجعوا للخاصيه ديال لاعب كره القدم، اللي هو هذا كما كيقولوا التقديم، باش نوصلوا لهاد المساله هذه. وهو ان كره القدم هي رياضه اللي نشوفوا المميزات ديالها، يعني باش ندخل ندير لا ميسكيلاسيون، ندخلوا في البلانيفيكاسيون البروغرام ديالي ديال البريباراسيون فيزيك جينيرال. يعني الكره شنو تحتاج؟ تحتاج القوة. لا يمكن تدريب كرة القدم على القوة القصوى، ما تنديرش القوة القصوى، امبوسيبل. باش ندير القوة القصوى يعني القوة القصوى شنو كتحتاج؟ كتحتاج يعني واحد البوا اللي كيقدر يفوت الوزن ديالي. يعني انا الوزن ديالي فيه 70 ولا فيه 60، يعني كنلقى 100 كيلو، باش نضرب انا 100 كيلو راه ما خدامش، ما عمره غادي يعني ما تكونش لا بيرفورمانس. إذا كنولي ديما كنقولها ونعاودها، يعني كنولي لاب تنولي سبيسيفيك، النوعية ديال الرياضة والمميزات ديال الرياضة وشنو كتحتاج ديك الرياضة اللي نقدر نطور من ديك من ديك من ديك الصفة ديال القوة. لهذا يعني كما قلنا لاعب كرة القدم يعني تعتمد على القوة المميزة بالسرعة على أقصى انقباض عضلي خلال أقل فترة زمنية ممكنة، يعني السرعة لا فيتاس. تحمل القوة يعني القدرة، قدرة العضلة على القيام بانقباضات عضلية متتالية لأطول فترة ممكنة دون الشعور بالتعب. كما كنقولوا يجب فهم يعني هذه المسألة هذه، ما غاديش خص الإنسان خصو يفهم نوع القوة المناسب للرياضة التي يدرب عليها، يعني العب والنوعية والاختصاص الرياضي. يعني خصو يفهم، يعني اللاعب خصو يفهم النوعية ديال الاختصاص والنوعيه ديال القوه اللي غادي يقدر ينمي. لهذا انا بعض المرات كنشوف بعد يعني الجمهور ديال الفوتبول، يعني كتعرفوا في واحد السيزون ديالو يعني كيبريباري فاش تجي العام الجاي، يعني كتلقاه ولا اما هز لو بوا بزاف، يعني بلا مشكلاسيون مشى كيدير لاماس انا ما عمر غتكون لا بيرفورمانس، يعني كتولي كونتر بيرفورمانس في الحركيه ديالو، في السرعه ديالو، في الريفلكس ديالو، يعني غادي تاثر، ويعني السير غادي تاثر. لحقاش النوعيه ديال كما كنقولوا النوعيه ديال كره القدم هي كتعتمد على السرعه الحركيه، سرعه رد الفعل. اذا باش ننمي هاد الصفات هادو تيخصني يعني نكمل بلا ميسكيلاسيون، نكمل بسميتو بالحديد كما كنقولوا حنا بالدارجه. يعني باش ندخل لاصال دي ميسكيلاسيون خصني نرد البال لهاد المسائل هادي. يعني انا التدريب ديالي كتعتمد على السرعه، القوه، السرعه المميزه للقوه. يعني ما نمشيش ندير لاماس. كان معكم كما يعني هادي في اطار يعني بعد الفيديوهات اللي فهم القوه والنوعيه ديال القوه والنوعيه ديال سبيسيفيك. كان معكم يونس طير، مدرب ومعيد بدني.